ثقافة وفن وتراث هنا في السعودية، لكني أستعرض معكم كيف تطورت الشرائح الإلكترونية والتفاعلات الكيميائية الضوئية. الأجهزة الإلكترونية يصغر حجمها يوماً بعد يوم، ولكن ما هو السر وراء صغر حجم هذه الأجهزة؟ ما هو الدور الذي تلعبه التفاعلات الكيميائية في تصغير حجم هذه الأجهزة؟ الدكتور جان فريشي جاء من كاليفورنيا إلى هنا إلى السعودية ليشرح لنا هذا المفهوم. بروفيسور فريشي، هل يمكن أن تخبرنا ما هو الدور الذي تلعبه التفاعلات الكيميائية المختلفة في تصغير حجم الأجهزة الإلكترونية؟ So here what we are trying to do is print things in three dimensions. نحاول حالياً طباعة شريحة كمبيوتر بطريقة ثلاثية الأبعاد. الشريحة في هاتفك المحمول تحتوي على مليارات الترانزستورات. كيف أصبحت صغيرة للغاية؟ تمكنا من ذلك عن طريق تعريض البوليمرات للضوء، ومن ثم تغيير خصائص هذه البوليمرات. بعد الحصول على هذه الصورة، ما الذي يمكن القيام به عملياً لجعل هذه الترانزستورز أصغر وجعل الشريحة تتحمل أكثر عدد ممكن من الترانزستورز؟ The imaging of a polymer to make this three-dimensional image. تصوير البوليمرات يحتاج إلى فوتونات الضوء. قديماً كان الفوتون الواحد يؤدي إلى تفاعل كيميائي واحد، لكن ما اخترعناه هو عملية تضمن أن الفوتون الواحد يؤدي إلى إحداث العديد من التفاعلات الكيميائية. نستخدم الضوء بموجات قصيرة للغاية، وكلما صغر طول موجات الضوء كلما توصلنا إلى اختراعات أصغر حجماً. هل نتوقع أن يستمر صغر حجم الأجهزة الإلكترونية ليصبح أصغر وأصغر من وضعه الحالي؟ قدرة هاتفك الذكي أكبر بكثير من قدرة أجهزة الكمبيوتر العملاقة عندما كنت أنا طالباً في الجامعة. أعتقد أننا اقتربنا من الوصول إلى الحد النهائي للصغر في الحجم. بعض الشرائح الإلكترونية تحوي 5 مليارات من الترانزستورات. قريباً سنصل إلى التعامل مع حجم لا يزيد عن حجم الذرة، ولا يمكن للترانزستورات الحالية أن تكون أصغر من الذرة. الأجهزة التي تصدر إشعاعات صغيرة للغاية من أجل إنجاز ذلك مكلفة للغاية. مصدر الشعاع الواحد قد يصل إلى $100 مليون، لذا فهناك حد بالتأكيد. هذا أمر رائع جداً كما سمعنا. بهذه التقنيات وهذا الجهد الكبير نستطيع أن نفهم كيف تمكنت الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية لأن تصبح أصغر وأصغر بتضافر جهود عدة علماء وعدة مجالات في وقت واحد. بعد أن تعرفنا مع البروفيسور فريشي على كيفية تأثير نظرية انعكاس الضوء على الأجسام المختلفة في جعل الشرائح الإلكترونية أصغر، اليوم أخذكم أيضاً مع البروفيسور بارد، وهو ليس من غرب الولايات المتحدة ولكن من شرقها من نيويورك، وكانت له إسهامات كبيرة في إدخال العناصر الكهربائية والكيميائية معاً، وكيف أدى ذلك إلى تطوير أجهزة إلكترونية لم يكن لنا أن نقوم بتطويرها إلا بهذه المزوجة. هل يمكن أن تحدثني عن إسهامك في مجال الـ Electrochemicals وكيف ساعدت هذه النظريات التي استخدمتها في حصولنا على أجهزة أكثر كفاءة؟ الكيمياء الكهربية مجال يجمع بين علوم الكيمياء وعلوم الكهرباء.
مثل الحصول على الكهرباء من البطاريات أو الحصول على مواد كيميائية غير معتادة باستخدام الكهرباء. وهذا المجال الذي مكننا من تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. وأخيرا فكرنا في استخدام المجال في رؤية أشياء دقيقة للغاية، ومن ثم طورنا الميكروسكوب الذي يعمل بالكيمياء الكهربية. وماذا أتاح هذا المجهر من أمور لم تكن معتادة لنا من قبل؟ معظم الميكروسكوبات تستخدم الضوء، وإذا احتاج الأمر الوصول إلى أحجام دقة يتم استخدام شعاع الإلكترون. الميكروسكوب يعطي صورة ليس عن طريق الضوء، وإنما عن طريق رصد التفاعلات الكيميائية. الجديد هو أننا سنستطيع دراسة كل ذرة على حدة، وكيف يمكن الحصول على مواد ليست معلومة لنا اليوم. أنا الآن أريد أن أبحث عن مزاوجة بين موضوع تصغير حجم الشرائح الإلكترونية لتستوعب عدداً كبيراً من الترانزستورات ومجال المجال الذي تعمل فيه، وهو مجال الكهربية الكيميائية. هذا سؤال مثير. نواجه نفس المشكلة، وهي عندما يصل صغر الحجم إلى حده الأقصى وهو الذرة، أو عندما نحاول رؤية أشياء صغيرة للغاية في غياب وجود الضوء. الجميع يقولون إننا سنصل إلى حجم لا يمكن أن يكون أصغر على الإطلاق، ولكن أنا أؤمن بقوة العلم، وأننا عندما نصل لهذا الحد فإن العلماء سيجدون سبيلا لحجم أصغر. شكرا جزيلا دكتور بارد على هذه المقابلة. My pleasure. إذن نحن في المستقبل قد نرى مزاوجة بين العلم الذي يجعل الشرائح الإلكترونية تستوعب عددا كبيرا من الترانزستورات، والعلم الذي يوجد الضوء من اللا ضوء لتنتج كمبيوترات فائقة القوة. لا يستطيع أحد تصور قوة هذه الكمبيوترات.